بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سنكمل شابتر 4، وإحنا تطرقنا في المحاضرة السابقة عن الانتيروبكتيريوسي فاميلي. ذكرنا الجنرال كاركترستكس للانتيروبكتيريوسي بشكل عام، عن صفاتها وخواصها، وكيف ممكن إحنا نتأكد من إنه الميكروب اللي بين إيدينا أو اللي عزلناه من المريض يعني هو ينتمي إلى الانتيروبكتيريوسي أم لا. في بعض السبيشيز اللي تابعه للانتيروبكتيريوسي فاميلي بدنا نتطرق اليها. طبعا السبيشيز اللي تحت مظله الانتيروبكتيريوسي هي سبيشيز كثيره جدا، لكن احنا حنتطرق الى بعض منها اللي هو يعني له اهميه مرضيه ومنتشر بشكل واسع في دول العالم الثالث بالاخص. التاكسونومي للبكتيريا للتذكير، فعندنا لما نجيب الاشريشيا ومن ضمنها مثلا الشيشه كولاي اللي احنا هنتكلم عليها، نلاقي وين موقعها من التاكسونومي اللي يتبع للبكتيريا. فاحنا هنا امامنا في كينجدم اللي هي بكتيريا، وفي فايلم بروتيو بكتيريا، بعدين تحت الفايلم في كلاس جاما بروتيو بكتيريا، وبعدين تحت الكلاس الاوردر انتيرو بكتيرياليس، وبعدين الفاميلي انتيروبكتيريسي، الجينس اشيريشيا، والسبيشيز اشيريشيا كولاي. سبيشيز اشيريشيا كولاي يعني الشيشيا كولاي اللي بنتكلم عنها هي سبيشيز تنضوي تحت جينس اشيريشيا، الجينس ينضوي تحت الفاميلي انتيروبكتيريسي. طيب الاشيريشيا اللي هي الجينس في عندنا منها 4 انواع سبيشيز اللي هي مهمه، لكن احنا سنتطرق الى الشيشه كولاي على اساس انه هي الموست كومنلي ايزوليت والموست امبورتنت ايزوليت. واللي هنا الشيشه كولاي از وان اوف ذا نورمال فلورا اوف ذا انتستين ان هيومن. طبعا هي حكينا كلام هذا، قلنا انه هي من ضمن النورمال فلورا في اللي بتعيش في الهيومن انتستين. وسم اوف الشيشه كولاي مي كوز وايد فاريتي اوف ديزيز، البعض منها الشيشه كولاي بيسبب امراض مش كلها يعني هي بكتيريا وديعه. السترينز ذات كوز ديزيز بوسيس وان اور مور فيرولنس فاكتور، وهذا كلام طبعا يعني مش جديد علينا، ذكرنا انه الفيرولنس فاكتور هي من مقومات وادوات احداث المرض لدى البكتيريا، وبالتالي الفيرولنس فاكتور هذه طالما انه البكتيريا بتسبب امراض سواء كان الشيشه كولاي او غيرها، اذا هي لابد ان يكون لديها الفيرولنس فاكتور. طيب ايش الامراض اللي ممكن تسببها الشيشه كولاي؟ الشيشه كولاي هي مسبب رئيسي لليورينري تراكت انفكشن، وتقريبا 95% من اليورينري تراكت انفكشن ان يانج وومن هي بكون سببها الشيشه كولاي. والسيمتومز اللي هو يورينري فريكونسي، تكرار التبول، ديسيوريا، صعوبه في اخراج التبول، هيماتيوريا، بايوريا، فلانك بين اللي هو الام في الحوض، والبايوريا اللي هو خروج صديد مع البول، والهيماتيوريا خروج دم مع البول. هذه من اعراض اليو تي اي. لكن هنا في ملاحظه بيقول لي نان اوف ذيس سيمتومز اور ساينز از سبيسيفيك فور الشيشه كولاي انفكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هذه الاعراض هي عامه لليو تي اي اليورينري تراكت انفكشن، وليست خاصه باليو تي اي اللي هي سببها الشيشه كولاي. يعني بمعنى اخر، لو كانت اليو تي اي اليورينري تراكت انفكشن سببها ستافيلوكوكس هلاقي نفس الاعراض، لو كانت كليبسيلا هلاقي نفس الاعراض، لو كانت بروتياس هلاقي نفس الاعراض. فهي ليست اعراض خاصه، هذه الاعراض ليست خاصه بالشيشه كولاي. اليورين تراكت انفكشن كان ريزلت ان بكتيريميا، ممكن انه ينتج عن اليو تي اي حدوث بكتيريميا، يعني بكتيريميا وجود البكتيريا في الدم بتنتقل من خلال الابيثيليال سيلز للسمول انتستين، وتستطيع انها يعني تدخل الى اللي هو مجرى الدم. والكلينيكال ساينز اوف سيبسيز اللي هو تعفن الدم. نيفرو باثوجينيك الشيشه كولاي، الشيشه كولاي اللي بتسبب امراض للكليه، تيبيكالي برودوس هيمولايسين، والهيمولايسين هذا من الفيرولنس فاكتور، وبالتالي لقوا انه الشيشه كولاي اللي بتستطيع انها تعمل التهابات شديده في الكليه هي بتحتوي على او بتستطيع انتاج الهيمولايسين، وهذا ذكرناه معنا في السابق، وهذا قلنا من الفيرولنس فاكتور.
الكي انتيجين appear to be important in pathogenesis of upper tract infection. بالاضافه للهيموليسين الكي انتيجين، واحنا ذكرنا ايش يعني الكي انتيجين، برضه يضاف الى الفيرولنس فاكتورز اللي ممكن تكون البكتيريا تحتويها، خصوصا اللي بتصيب الابر تراكت انفكشن، ابر تراكت انفكشن. طيب المرض الثاني ممكن يسبب بكتيريا الشيشه كولاي اسوسييتد ويز دياريا ديزيز. الشيشه كولاي اللي هي اللي تكون يعني مصاحبه للدياريا ديزيز اللي هي امراض الاسهال. والشيشة كولاي ذات كوز دايريا ار اكستريملي كومن وورلد وايد، هذه يعني كثير منتشره في العالم اجمع. ذيز الشيشة كولاي ار كلاسيفايد باي كاركترستيك اوف ذير فيرلنس، يعني موجود اللي ممكن تصنيف هذه البكتيريا اللي بتسبب دايريا ديزيز، ممكن تصنيفها على اساس الكاركترستيك اوف ذير فيرلنس، على اساس الصفات العنف تبعها والضراوه تبعها، صفات الضراوه تبعها. الان حنيجي حنلاقي عندنا ثلاثه او اربعه سبيشيز او ايزوليتس من الشيشه كولاي اللي بتعمل دياريا ديزيز، حنلاقي انه هي الكاركترستيك للفيرولنس فاكتورز تبعتها مختلفه عن بعضيها. التشابه انه هي انه السيمبتومز الاخير هو دياريا ديزيز، لكن الفيرولنس تبعتها مختلفين من ناحيه التوكسينز والادوات اللي بتسبب فيها المرض. كل مجموعة من هذه المجموعات بيكوزز ديزيز باي ديفرنت ميكانيزم، يبقى الديزيز واحد اللي هو دايريال ديزيز، لكن الميكانيزمز مختلفة نتيجة ايش؟ لان اختلاف الفيرولنس فاكتورز اللي تحتويها هذه الجروبز. طيب السمول اور لارج باول ابيثيليال سيل، الامعاء الغليظة او الصغيرة الدقيقة، بتيلا سيل ادينانس بروبرتيز ار انكودد باي جينز اون بلازميد. قلنا احنا انه لا يمكن يحدث اصابه مرضيه الا يسبق هذه الاصابه تكون في ادهيرنس للبكتيريا او الفيروس لهذه الانسجه، وبالتالي الالتصاق هي صفه مقدمه ومطلوبه حتى يحدث المرض. اذا فيش التصاق على النسيج معناته ما فيش مرض. طيب الان الالتصاق هذا ما بيجيش عفوي، الالتصاق هذا بيجي عن طريق بعض البروتينات او البلاي او ادوات اخرى، وبالتالي هذه كلها جين انكودد بروبرتيز، وبالتالي هذه الجينات موجوده على البلازميد. هذه الجينات وجودها بمكن الميكروب ان يعمل اتاتشمنت كخطوه اولى لاحداث المرض. سيميلار للتوكسينز often are plasmid or phage mediated، كمان الانتاج التوكسينز اللي احنا برضه بنسميها فيرولنس فاكتور، وبرضه البلاي والبروتينز اللي بتسبب الميكروب، بتخلي الميكروب، بتمكن الميكروب انه يعمل التصاق، برضه هذا فيرولنس فاكتور. فسواء كان بروبارتيز للادهيرنس او توكسينز، هذول كلهم الجينات موجوده في البلازميد او فاج ميديتد جينز او فاج ميديتد جينز. طيب من النوع الجروب الاولاني من الجروبس اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي بتسبب دايريا ديزيز، قلنا ان احنا انه هي جروبس وهذه بتختلف عن بعضها في الكاركترستيك اوف ذير فيرولنس. الكاركترستيكس اوف ذير فيرولنس اختلافها ادى الى ان احنا نقسمها الى جروبس، وقلنا الجروبس هذه بتتشابه مع بعضها انه المحصله النهائيه دايريا ديزيز لكن الميكانيزمز مختلفه، وبالتالي تم تصنيف الشيشة كولاي اسوسييتد ويز دايريا ديزيز الى مجموعات. المجموعة الاولى اللي هي انتيرو باثوجينيك الشيشة كولاي، ويرمز لها اي بي اي سي، انتيرو باثوجينيك الشيشة كولاي. طيب هذه المجموعة is an important cause of diarrhea in infant، هذه تسبب الاسهال عند الاطفال المواليد، especially in developing countries، العالم الثالث. وطبعا احنا حنلاقي انه غالبيه البكتيريا الشيشه كولاي بانواعها اللي بتسبب دايريا هي غالبيتهم للاطفال، وموجوده معظمها في الديفلوبمنت كانترز العالم الثالث. ليش؟ لانه البنيه التحتيه للمياه العادمه، مياه المجاري، بتكون ضعيفه، وبالتالي بيتم هنا تلوث المياه الشرب بالمياه العادمه او مياه المجاري، وهذا سبب رئيسي في انه انا بلاقي هذه البكتيريا موجوده في العالم الثالث. لكن هذا ما يندر ان احنا نجد هذه البكتيريا في الدول المتقدمه اللي عندها بنيه تحتيه قويه.
طيب الـ EBEC adhere to mucosal cell of small bowel، في بتلتصق على الخلايا الأمعاء الدقيقة اللي mucosal cells، وبترتبط معها ارتباط قوي، where it enter into mucosal cell causing characteristic lesions، تقرحات. Results of EBEC infection is watery diarrhea، بصير نتيجة هذه الانفكشن بيصبح في عندي watery diarrhea شديدة which is usually self limited but can be chronic، ممكن يتعافى منها لكن ممكن تكون chronic مزمنة تحدث تكرارا. وعندي هنا الصورة بتوضح اللي هو enterobacterial ischemia coli، بقول لي هنا الـ EBEC adhere to small to the mucosal cells of small intestine، هنا الـ mucosal cells the small intestine by villi بتلتصق بواسطة الفيلاي resulting in destruction of microvilli. الميكروفيلاي هنا destruction بيصير لها، الميكروفيلاي طبعا هي الأدوات اللي بتستخدمها الـ small intestine في امتصاص الطعام والشراب، وبالتالي عملية الدستركشن للميكروفيلاي الناتج عن التصاق هذه البكتيريا عليها بيؤدي إلى الكترولايت imbalance، في عدم توازن في الالكترولايتس، وطبعا كمية الماء الخارجة والداخلة إلى الأمعاء في جسم الإنسان هذا بيعتمد على الالكترولايت بالانس، وإذا اختل هذا البالانس بيصبح في طيارية أو إمساك شديد، وبالتالي في هذه الحالة بيصبح الالكترولايت امبالانس يؤدي إلى ووتري دايرية، بيؤدي إلى ووتري دايرية. طبعا في ميكانيزم بتأثر عليها الخلايا هذه كيف يعني بتؤدي إلى الالكترولايت امبالانس، إنه التصاق البكتيريا هذه على الميكروفيلاي يؤدي إلى سكند مسنجر داخل السكند مسجز داخل الخلايا، وهذا طبعا بيؤدي إلى تغيير في الميتابوليزم إلى الخلايا الميكوزال سيلز، وبالتالي بيصير فقدان عدم قدرة على امتصاص أيونات الصوديوم واختلال في مستوى الإلكترولايتس في اللومين التجويف المعوي، وهذا يؤدي إلى حدوث الووتري دايرية. إذا البكتيريا تلتصق على الميكروفيلاي بواسطة الفيلاي والتصاقها بيؤدي إلى حدوث سكند ماسنجرز داخل الخلايا، وهذا يؤدي إلى طبعا في النهاية إلى خلل في عملية امتصاص وإخراج الإلكترولايتس من الميكروفيلاي. السبب هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى حدوث ووتري دايرية. طيب هذا بالمجموعة الأولى. المجموعة الثانية نسميها انتيرو توكسيجينيك إشيشيا كولاي ETEC. هذه is a common cause of the traveler's diarrhea and very important cause of diarrhea in infant برضو in developing countries. برضو in developing countries، وهذه يصاب فيها الترافيلرز اللي هم اللي بيجونا من دول متقدمة مش متعودين على الإصابة بهذه البكتيريا، بيصابوا بهذه البكتيريا. Some strains من هذه البكتيريا produce heat labile exotoxin يرمز له LT. heat labile قلنا معناته heat labile اللي هو حساسة أو يعني لا تستطيع إنها تشتغل في وجود الحرارة. heat labile exotoxins LT is antigenic. antigenic قلنا إيش معناها؟ and cross react with enterotoxins of vibrio-cholera. لقوا إنه تتشابه في التفاعل مع الانتيروتوكسينز of vibrio-cholera، يعني هناك في تشابه في البنيوي تشابه بنيوي. LT سبينت ب طبعا هو LT هذا اللي هو exotoxins، وإحنا حكينا الكلام هذا في المحاضرات السابقة إن الأكسوتوكسينز عند two subunits A و B. ال B بيعمل التصاق على البرش بوردر للإبيثيليال سيل، برش بوردر اللي هو الطبقة اللي بتكون فيها الميكروفيلاي، طبقة الميكروفيلاي للإبيثيليال سيلز الخملات اللي احنا بنسميها، وهذه بتلتصق عليها اللي هي ال B subunit للأكسوتوكسينز. وهذا الكلام الالتصاق البي سبينت بيؤدي الى تسهيل دخول الاي سبينت الى داخل الخليه، وطبعا الاي سبينت بيؤدي الى عمليه اكتيفيشن الادينايل سايكليز. اذا تم تنشيط الادينايل سايكليز بطريقه يعني اكثر من اللازم ومبالغ فيها، هذا يؤدي برضو الى ايه؟ الى دايريال ديزيز. طيب المنظر امامنا هنا اللي هو الميكروفيلاي، هذه بالصوره بالميكروسكوب الالكتروني، وهنا يعني شريحه نسيجيه مصبوغه للامعاء الانسان. بنلاحظ ان هنا اللومين اللي هو التجويف المعوي
والبراش بوردر اللي هي الطبقة السطحية اللي تحتوي على الخاملات في الخلايا الابيثيليال سيلز المتخصصة في امتصاص الطعام، واللي باللون الأزرق هنا اللي هي الأنمية، وهنا جوبلت سيلز وما إلى ذلك من الابيثيليال يعني، وهنا الطبقة السفلية اللي هي لامينا بروبوريا. احنا بس هذه بتوضح لنا اللي هي طبقة البراش بوردر اللي هي بيلتصق عليها اللي هو البي سب يونت لل تي توكسين. This markedly increased local concentration of cyclic adenosine monophosphate اللي احنا بنسميه cyclic A and B. هذا مين اللي بنشطه او مين بيزود التركيز تبعه؟ اللي هو A سب يونت اللي دخل بواسطة التصاق البي سب يونت على المايكروفيلاي او البرش بوردر. طبعا زيادة تركيز السايكليك A and B يؤدي إلى intense and prolonged hyper secretion of water. طبعا هذا الكلام نتيجة إنه في صار زيادة في هذا البروتين و and chloride and inhibit reabsorption of sodium، بصير إنتاج سريع جدا للكلورايد ومنع absorption للصوديوم. هذا بيعمل imbalance في اللومين وبالتالي حيصير عندي watery diarrhea. Some strains of ETEC produce heat stable enterotoxins بتنتج heat stable enterotoxins سميناها STA، وال STA activate guanylyl cyclase in enteric epithelial cell and stimulate fluid secretion. برضه كمان بالإضافة إلى ال exotoxins كمان ال enterotoxins برضه بيؤدي إلى fluid stimulation of fluid secretion من الخلايا epithelial cells الى اللومين، وهذا طبعا بضاعف من عمليه اللي هو الوتر دايريا. الماني اس تي اي بوزيتيف سترين اولسو برودوس ال تي، بعض السترينز من الشيشه كولاي تستطيع انتاج الاس تي اي الانتيروتوكسين والاكسوتوكسينز اللي هو ال تي. طبعا هذا الكلام بيؤدي الى اشتداد حاله اللي هو الوتر دايريا عند المريض. البلازميد كارينج ذا جين فور انتيروتوكسين اولسو ماي كاري جين فور كولونايزيشن فاكتور. ال تي والاس تي اللي هو التوكسينز الجينات اللي بتحملها، ممكن كمان البلازميد بيحمل جينات للكولونايزيشن فاكتورز ذات فاسيليتيت اتاتشمنت، يعني البلازميد اللي بيحمل الجينات لانتاج هذه السموم هو برضه بيحمل الجينات اللي بتسهل عمليه التصاق الشيشه كولاي على الابيثيليال سيلز او الميكوزال سيلز للسمول انتستين. النوع الجروب الثالث من الشريشة كولاي اللي بتسبب دايريال ديزيز الانتيرو هيموراجيك الشريشة كولاي اي اتش اي سي، هذه البكتيريا اسوسييتد وذ هيموراجيك كولايتس. هيموراجيك كولايتس سيفير فورم اوف دايريا، هذا يعني حاله شديده من الدايريا يصاحبها اللي هو طبعا من اسمها نزول دم مع الاسهال. اند وذ هيمولايتيك يوريميك سيندروم برضه في حاله بيكون معها مصاحبه اللي هي مولاتيك يوريميك سيندروم ديزيز ريزلت ان اكيوت رينال فيلور. طبعا هذا الكلام معناته بيصيب معناته هيمولاتيك يوريميك سيندروم معناته في اصابه كلويه شديده مصاحبه بنزول الدم، وطبعا هذا بيكون حاله اكيوت رينال فيلور يعني في خطر من حدوث الرينال فيلور اند ثرومبوسايتوبينيا. طيب of the Escherichia coli serotype that produce virotoxin، الشيشه كولاي اللي بتنتج فيروتوكسين اللي هو له علاقه بالهيموراجيك كولايتس والهيمولايتيك يوريميك سيندروم، صنفوها على اساس او 157 الى اتش 7، واحنا في المحاضره اللي فاتت ذكرنا ايش يعني او 157 وايش يعني اتش 7 ايش يعني هذا الفيز 1 ولا 2، والكلام هذا كله هنا يعني ذكرناه وشرحناه. النوع الرابع من البكتيريا تنتج دايريال ديزيز انتيرو انفيزيف الشيشه كولاي اي 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 سي بروديوس ديزيز فيري سيميلر تو شايجلوزز، هذه البكتيريا تشبه الى حد كبير الشايجلا، والشايجلا زي ما احنا عارفين تصيب الاصل انه هي مش نورمال فلورا في السمول انتستين، هي بالاساس باثوجينيك والاصل انها ما تكونش موجوده، ولكن اذا كانت موجوده بتكون موجوده في السمول انتستين وتعمل مشاكل زي الدايريا والتهابات للامعاء الدقيقه. The disease occurs most commonly in children، معظم الحالات اللي بتصاب فيها هي حالات الاطفال. In developing countries برضه
and in travelers to these countries والمسافرين. كل هذا الكلام ناتج عن سوء البنية التحتية اللي بيكون في المدن. الـ EIEC produce disease by invading intestinal mucosa epithelial cells باختراقها للميكوزا الابثيليال سيلز للسمول انتستين، وهي تشبه الشيجيلا لانه هذه البكتيريا هي نون لاكتوز فيرمنتر او ليت لاكتوز فيرمنتر، وهي نون موتايل، وفي ذلك هي تتشابه الى حد كبير مع الشيجيلا. النوع اللي بعديه الخامس اللي هو انتيرو اجريجيتيف اشيشا كولاي اي 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 سي كوز اكيوت اند كرونيك دايريا لدوريشن اكثر من 14 يوم ان بيرسونز ان ديفلوبينج كانتريز. برضه في الديفلوبينج كانتريز ذيس اورجانيزم اولسو ار كوز اوف فود بورن النس ان اندستريالايز كانتريز، ممكن نلاقيها في دول متقدمه صناعيا وهي بتكون مصاحبه مع الطعام الملوث. they are characterized by their characteristic pattern of adherence to human cells. احنا بنلاحظ انه آلية الحداث المرض شبيهة لكن الميكانيزم مختلفة قليلا، اللي لازم الالتصاق يحدث وعملية الووتر الدائرية تحدث لكن بميكانيزم مختلفة. الـ EAC produce ST-like toxins واللي مر معنا وهيمولايسينز. طيب الامراض المرض الثالث غير الدايريا ديزيز، ممكن الشيشه كولاي تحدث او تتسبب في احداث السبسيز اللي هو تعفن الدم. وين نورمال لوست هوست ديفنسز ار ان ادكويت الشيشه كولاي مي ريتش بلاد ستريم اند كوز سبسيز. احنا ذكرنا في محاضرات سابقه قلنا انه الشيشه كولاي تعيش معيشه سلميه وديعه في السمول انتستين، لكن اذا خرجت من هذا المكان الى اماكن اخرى في الجسم تصبح فيرولنس اورجانيزم وتصبح عنيفه. السبب في ذلك انه هي تغير المكان المفروض هي تكون تعيش فيه معيشه طبيعيه ومسالمه في هذا المكان. واحنا قلنا انه حتى الاشيشا كولاي البكتيريا اللي هي موجوده بصوره سلميه في السمول انتستين وبتعيش ككوليفورم او نورمال فلورا، اذا خرجت من السمول انتستين الى المجرى البولي فتصبح قادره على احداث التهابات في البول. واحنا قلنا انه غالبيه الحالات الغالبيه الساحقه من حالات التهابات البول هي شيشه كولاي خصوصا عند النساء. طيب الان مش بس البكتيريا اذا خرجت من البول او الامعاء من في جسم الانسان الى المجرى البولي تسبب مشاكل، لا هي اذا كان خرجت كمان الى الدم ممكن تسبب مشاكل وتعمل سبسيز في الدم وتعمل مشاكل. النيو بورن مي بي هايلي سسبتبل تو شاكولايت سبسيز، الاكثر الناس عرضه وخطرا عليها البكتيريا هذه هي الاطفال المواليد. وليش؟ لانه بقول لك دي لاك اي جي ام انتي بوديز اللي هو الاي جي ام الخماسي اللي هو يعني اساسي في مكافحه هذه البكتيريا. سبسيز مي اوكير سكندري تو يورينري تراك انفكشن، ممكن يكون الشيشا كولاي هذه تخرج من البول وتطلع على اليورين تراكت واللي تعمل عشان تحدث اصابه. اذا كانت الاصابه شديده وحدث في عندنا نزول دم مصاحب مع البول قد تستطيع من خلال هذه الفتحات انه البكتيريا يعني تدخل الى مجرى الدم من هذه الفتحات وتعمل سبسيز كسكندر انفكشن. يعني مش بالضروره احيانا يكون انه البكتيريا شيشا كولاي هي اللي عملت يورينر تراكت انفكشن، ممكن يكون بسبب بروتياس او بسبب كليبسيلا او بسبب سودوموناس ويتخش الشيشا كولاي كسكندر انفكشن في هذه الحاله. المهم يعني طالما انه مناعه الجسم قويه وطالما انه الامور مستقره عند الانسان غالبا ما بصيرش ضرر من النورمال فلورا من هذه البكتيريا، لكن اي مشاكل صحيه يصاب فيها الانسان ممكن انه الميكروب هذا يستغل الوضع ويتصرف كسكندر انفكشن او اوبورتونستيك انفكشن زي ما ذكرنا في المحاضرات السابقه. المرض الرابع اللي ممكن تحدث نتيجه اصابه بالشيشا كولاي اللي هو المينينجايتس، والشيشا كولاي وجروب بي ستريبتوكوكاي ار ذا ليدنج كوز اوف مينينجايتس ان انفانتس. الانفانتس او المواليد الصغار هم اكثر الناس عرضه
للاصابه بالشيشه كولاي والبي ستريبتوكوكاي في المنجاتس، وبقول لي ابروكسيميتلي 75 من الشيشه كولاي فروم منجاتس كوزز كيسز هاف كي 1 انتيجين، 75 من الميكروبات التابعه او السبيشيز او الايزوليس التابعه للشيشه كولاي اللي سببت منجاتس لقوها 75 منها لقوا منها تحتوي على كي 1 انتيجين اللي هو الكابسولار انتيجين، الكابسولار انتيجين، وهذه دلاله شديده وقويه على انه الكابسولار انتيجين هو فعلا فيلنس فاكتور، دليل على انه 75 من البكتيريا اللي لقوها سببت منجاتس للانفانتس هي بالفعل تحتوي على كي 1 انتيجين. This antigen cross react with group B capsula كمان هذه مشكلة في التشخيص لأنه هو برضو بتفاعل بنفس الأدوات اللي بتفاعل فيها البي جروب بي كابسولار بوليساكرايد أوبنيسيريا منينجاتيتس، ويعني بتشابه في التفاعل، وهذا طبعا بيؤدي إلى صعوبة في التشخيص الميكروب. على أي حال الطرق اليوم في تشخيص البكتيريا مش بس على الأنتيجينز، اليوم في تشخيص بكتيريا على المولكيولر تكنيك ليفلز تابعه للدي ان اي والار ان اي والكلام هذا، وبالتالي اصبح قصه اللي هو الكروس رياكشن مش في الموضوع هذا. طيب احنا هنا نكتفي بهذا القدر للشيشه كولاي، ان شاء الله سنستكمل في المحاضرات القادمه عن بكتيريا اخرى تابعه للانتيروبوتريسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.